السلام عليكم الاخوات والاخوان، كيداير لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد مع يوميات ام مروان مع ليلى. واحد المحل كاين في اليوسفيه، نقابل مع المقتصديه اللي كاينه في اليوسفيه. المهم محل ديال العبايات، وفي شحال حاجه في بحال هكا الباليزات كي كتشوفوا العبايات والناس ديال صحاب الحجاب. المهم هذا هو المحل. كما كتشوفوا العبايات تاع الالوان، كاين لي متروزين، كاين ديال العقيق على حسب. هادو دوك الكناضر ديال العقيق اللي كتشوفوا. هادو الفاقة ديال الرجال، البخور والروايح. ما تزمزم قولي قسم بالله ندير لك الدهون وتجيك من الامارات. ها 3500 درهم جيبها لك. أنا طب للصحراء. هذا الشيء البخور، الروايح. السماطي ديال الناس اللي كيمشيو الحج، البخرات، التابيع، شحال الثمن ديال هادي خويا؟ بحال بحال 10000. 10000 ريال. عنده البخور ديال العود، عرفتي تشموا الريحه اللي كاينه عنده في المحل شحال زوين. زرابي الصلاة،
اتاي طواقي ديال الحج. الشاي الأخضر الصيني أتاي زوين، الدولة مسك الطهارة. المهم شاركت معكم هذا المحل هذا، المهم ماشي بزاف باش تحل، وشي حاجة زوينة في عبايات زوينين ثمن مناسب. مرحبا بكم في مدينة تيزنيت في اليوسفية أمام المقتصدية، اللي بغى شي حاجة مرحبا وألف مرحبا. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، فيديو صغير، المهم تكتشفوا معايا هذا البلاصة، شاهدنا جميع، نتمنى يعجبكم، وما تنساونيش في الكومنتات لي زابوني ديالكم. ومرحبا بكم في القناة ديالي، دايما الجديد إن شاء الله. يا الله تهلا.